بص، انا اول بدايه لحياتي في الرياضه كرياضه المارشال ارتس او الفايتنج، انا اوكي ابتديت ملاكمه. كان الكلام ده وانا عندي 13 سنه. اوكي كانت ملاكمة اللي هي كانت البوكسنج. كانت ملاكمه بوكسنج يعني. قعدت 13 وانا عندي 13 سنه، فضلت حوالي 7 سنين بلعب ملاكمه. كانت الام ام اي لسه ما دخلتش مصر. بعديها دخلت كيك بوكسنج، قعدت 3 4 سنين كيك بوكسنج. بعد كده اول ما الام ام اي دخلت مصر، دخلت 2010. كانت ساعتها لما كنت تقول لحد انا بلعب ام ام اي، كانت الناس مش فاهمه يعني ايه ام ام اي. ايه ام ام اي؟ طبعا الام ام اي ليها الديفاين بتاعها او التعريف بتاعها، هي مارشال ارتس، ميكس مارشال ارتس، فنون قتاليه مختلطه. الام ام اي فيها بوكس، فيها كيك بوكس، فيها موي تاي. موي تاي دي لعبه تايلاندي بيلبسوا النيز، فيها تيك داونز وجراوند جيم، لعبه اودي اللي هي الجوجيتسو البرازيلي. فطبعا هي بتشمل كل الالعاب الفايتنج في لعبه واحده. اوكي، افهم من كده ان التعديل اللي انت عديتها على البوكس وبعديها الكيك بوكسنج طبعًا نفعت برضو طبعا كل تنفع، لازم لان هي اصلا ميكس مارشال ارتس. اغلبيه الناس اللي بتلعب ام ام اي في مصر حاليا هم كانوا عندهم باك جراوند، يا اما كان حد عنده باك جراوند بوكسنج بس، ملاكمه بس، او كيك بوكسنج، او موي تاي. كان في او يعني كان اكس عنده باك جراوند في لعبه، ولما دخلت الام ام اي احنا دايما الفايترز بيحبوا يطوروا من نفسهم. ان دي طول ما انت دي باشن، دي حاجه عندك بالنسبه لك، حاجه لايف ستايل. فانت طول ما انت في حاجه ابديت في الـ في الـ في الفايتنج او المارشال ارتس، فهتلاقي الفايترز كلهم متجهين عليها. فهي طبعا دخلت 2010 لما بسبب منظمه ديزر فورس اللي كانت اكبر منظمه في الوطن العربي ساعتها. الناس ابتدت تعرف يعني ام ام اي ويعني ايه مارشال ارتس. وريسنتلي اخر 3 4 سنين الناس كلها فهمت يعني ايه مارشال ارتس. الموضوع انتشر اكتر كرياضه، انتشرت اكتر. دي حقيقه. طبعا هي كمان الرياضه دي نفسها الام ام اي مش مجرد بس انها بتعلمك الفايتنج او بتعلمك ان انت يبقى عندك فايتنج سكيلز او اي الكلام ده، لا. طبعا فيها التمرين بتاعها، الفتنس بتاعها عالي جدا. فيها هاي انتنس تريننج اللي هو الكونديشن بتاعها عالي جدا. الحرق فيها جامد قوي. في ناس بتحب تخش تلعب اللعبه دي مجرد انها الفتنس بتاعها عالي عشان تخس. في ناس طبعا بتحب تلعب اللعبه دي عشان تبقى عندها سيلف ديفنس، والرياضه دي عامه بتزود الثقه في النفس. معلش انا عايز اسالك سؤال هنا، بما اننا بنتكلم على الناس، طبعا اخبار بقى البنات ايه في اللعبه طبعًا دي؟ يقدروا يخشوا يلعبوا ويتكيفوا معاها؟ هو احنا ما شاء الله احنا عندنا تيم البنات، عندنا تيم بنات كبير قوي. اوكي. وفي بنات كتير قوي بتلعب اللعبه دي بقالها يعني اخر 3 4 سنين اللي فاتوا دول. في كميه بنات بتلعب اللعبه دي، مش عايز اقول لك انها ممكن تكون اكتر من الاولاد. اوكي. فطبعا بيكونوا رقم واحد ان هم بيلعبوها عشان مثلا يخسوا او عشان يعملوا ريشيب لجسمهم ويعلوا الفتنس وكل الكلام ده. بس في ناس بتبقى ادكتد بعد كده، هي بتبقى فاكره انها داخله عايزه تارجت، تلاقي نفسها بعد ما دخلت عايزه يعني بعد ما لعبت اللعبه دي وعرفت اللعبه دي وصلت التارجت بتاعها، بيبقى بالنسبه لها ادمان خلاص. يعني عايزين يكملوا كل مرحله بتعدي، بيبقى عايزين يوصلوا للمرحله اللي بعديها. فما شاء الله يعني هو كمان مش البنات بس، ده كمان حتى الاطفال الجونيورز، يعني الاطفال وحتى الجونيورز اللي هم تحت 16 سنه. ما شاء الله يعني اللعبه بجميع الناس بجميع اعمارها متجهه على اللعبه دي جامد قوي. انا عارف ان انت يعني غير ان انت فايتر، انت ترينر كمان. اكيد انا كوتش بتاع فايت زون بالظبط المكان بتاعنا ان شاء الله. فكنت فحابب اعرف الاطفال دخولهم لحاجه زي دي حاجه تطلع منهم الطاقه ولا تخلي طبعاً عندهم طاقه سلبيه؟ لا طبعا بالعكس، تعلمهم العنف. عامه دي رياضه زي اي رياضه. اي رياضه باي بني ادم بيتربى يعني بيتربى على الرياضه من صغره بيطلع بيبقى بيخرج الطاقه السلبيه من يعني من عنده. الطاقه السلبيه كلها بتروح وبياخد طاقه ايجابيه، بالذات الاطفال بتبقى هايبر اكتيف شويه وهي صغيره. بالظبط. فبيبقوا محتاجين حاجه ينظموا طاقتهم فيها. اوكي. فهينظم لو قاعد في البيت هيدوش اهله ويقعد يتنطط ويكسر، يا اما هيودوه حاجه تبقى رياضه، سواء ايا كان رياضه، مش لازم مشروع بس. عامه جزء كبير قوي من مارشال ارتس ان هو بينظم الاطفال حياتهم ويخرج لهم الطاقه السلبيه، بعد لهم طاقه ايجابيه، وبيخليهم عندهم ثقه في نفسهم.